لحظة بس نفس الحوش نجيب لك الفلوس ونجي. خمسة الحوش الجاية إن شاء الله. لا من بشيل انا عليك انت مطايق ومتخشش. لا 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 دوري كويس خليني يا حاج. انا احكي لك عن مولاك. ما انا احكي لك. اللي كان يلعب هنيك. طويلة هما. وما لا شيء هذا طويلة. هذا روح بقى من المدرسة كم من واجبهم. باهي باهي يقروا هدو. باهي باهي. لا لا ما نبي شيء يا حاج. بكلم كاش شي شي بالروه 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 انا بيش قلت على كم دي خيرك يا ولد عمي غير تعالي لبس عليك لبس عليك لبس عليك لبس عليك ما تخافش خيرك المره يطلع لي واحد ما تخافش يا وين المنطقه لا ما فيش نخاف عليك قالتها عليك لمان عليك راش باهيك ويسمع الثاني يعني انت انا عايش يا وايد كلهم طلعوا لي كلهم يعني انت ما تخافش مني انتك بنت ما فيها شيء اذا خشت طلعوا لي معي واحد وين خشت فيك ومدري عليها انا هذا هذا مواليه من 25 عام الحوش رقد عليهم بهو قول لي طلع انت اللي قلت لي انا عيوني حور اللي طلعوا منين طلعوا لك من هنا طلعوا ست صغار ولا ثلاثة قال يغرب في البستان مروح من القرايه تم قرايه شكلها تاع قرايه 25 عام راقد عليهم الحوش راقد عليهم الحوش بقطع عليهم ميه تحاول يعني يقول انه هواه وينه طلعت لك خالتي تبرا اذا خالتي ربانه ما نعرف حدود ساعة هو سيارة بيضاء سوي شو حتى هو بيستنين عام وطايحين على السيارات شغل وقع بالك باي وسعوا وين يا حاج شد ولدك نادي هوا هوا كبير هوا ايه ما تلعبش انا من عصره وش دخل ايه وش اكتفاش انت وياك وش اكتفاش اهو جايك مولي كرفة اهو جايك مشيت انا انس ما تخافش مني حتى انس قصة الحوشة هو هذا لما حياته انا حي وموجود لا فهمني
لا هي اسمعني اسمعني شغل حصة ثانية تمت.